عمالي سرقوا مني 300,000 جنيه وحررت محضر واتنين، وللأسف النيابة حفظت المحاضر، أعمل إيه؟ كلمة عمالي دي تاخدني في حتة إنها جريمة خيانة أمانة. ليه؟ لأن النهاردة العامل هنا هو بيعمل كوكيل عني، سرقني، في فرق ما بين سرقني وسلمت إليه الحاجات. يعني أنا قدام جريمة من اتنين، يا سرقة يا خيانة أمانة، الفرق؟ لا، وخيانة أمانة إنه مثلا حد شغال، أنا مشغله في الخزنة والخزنة دي أنا اللي بسلمه الفلوس فهو أخدها، تمام، خيانة أمانة. برافو إنما لو عليك. سرقة إن هو مش قاعد جنب الخزنة وشافني وأنا بحط الفلوس هو واخد الخزنة كلها. خلاص بس هو لا، ده صحيح، ده التعريف اللي أنت قلتيه ده رائع جدا. خيانة الأمانة، أنا سلمتك الفلوس بإيدي عشان أنت توديها للأستاذ أحمد فخدتها، لما طلبت منك خدتها، لكن السرقة أنا خدت المال عنوة خلصة منك. تمام؟ ففي الحالتين المحضر لو اتحفظ يبقى في حاجة يقدر يعمل تظلم عند المحامي العام ويعاد فتح المحضر. أصل هو ممكن ما يكونش جاب لا شهود ولا جاب حاجة، بيشتكي ناس، ما برضو طريقة المحضر ممكن تلاقي وكيل النيابة فتح محضر لقى واحد بيقول إن فلان وفلان بيشتغلوا عندي وما قدمش أي داتا إنه بيشتغل. طب لو هو فعلا ما عندوش وما عندوش كاميرات مثلا في المكان، ما هو بيشتغلوا عنده، ما هو برضه دي برضه لازم، يعني اللي رايح ده ما هو بيشتغل عنده، مش في ناس عارفه انه محمد ده بيشتغل عند الراجل ده؟ عارفين اكيد. هتنزل تحريات المباحث تسال هو فعلا الراجل ده كان بيشتغل، لان انت عارفه حضرتك ان اغلب الشركات والناس ما بيامنوش على العمال، صح، وهم ما بيدفعوش تامينات، والقصه دي في ناس كتير كده، فهو مش هيعرف يثبت علاقه العمل، هو ما بيبقاش عامل عقد عمل معاه. ولكن لا، في تحريات، في ما يفيد انه بيستلم، في عملائه اللي بيتصل بيهم، احنا اللي بيجي من عند احمد محمد هو دايما اللي بيتعامل معانا، فلا هتثبت. ولكن ممكن المحضر في الاول يعني ما كانش فيه امال، لكن لا، من حقك تعمل تظلم عند المحامي العام ويعاد فتح المحضر ان شاء الله وينزل جنحه طبقا للتوصيف بقى سرقه او خيانه امانه او حسب الورق اللي بتقدم.